لاحظوا هذه الجملة: زرت عمي زيارة فأكرمني إكراما. زرت عمي زيارة فأكرمني إكراما. ما نوع هذه الجملة؟ نوع هذه الجملة فعلية. نعم، إنها فعلية. لما؟ هذه الجملة فعلية لأنها تبتدئ بفعل. أحسنتم، إن كان هذا هو جوابكم فقد أحسنتم. ولا ننسى أن نوقف الشريط عند كل سؤال حتى نتمكن من الإجابة عنه كتابة، ثم بعد ذلك نواصل مشاهدة الشريط. نوت: نلاحظ الكلمتين اللتين كتبتا بلون أحمر. زرت زيارة. نحدد نوع الكلمة الأولى: زرت. إنها فعل. ولماذا قلنا عنها أنها فعل؟ قلنا أنها فعل لأنها تدل على حدث مقترن بزمن، أي أنها تدل على وقوع حادثة في زمن محدد. جيد، إجابة موفقة. نواصل: وزيارة. زيارة إنها اسم. نعم، إنها اسم، ولكن ما اشتقاق هذا الاسم؟ لاحظوا: زرت زيارة. نعم، إنها مصدر. مصدر لأي فعل؟ إنها مصدر لفعل زرت. جيد، فعل زرت مصدر لفعل زرت أو زار. كم عدد حروف هذا الفعل؟ زرت فعل عدد حروفه 3، إذن فهو فعل ثلاثي. جيد، وزيارة مصدره، إذن فهي مصدر للفعل ثلاثي. نمر إلى القسم الآخر أو الشق الآخر من الجملة: أكرمني إكراما. ونلاحظ كذلك الكلمتين اللتين كتبتا بلون أخضر: أكرم. 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 نعم، إنها فعل كذلك، لأنها تدل على فعل أو على حدث في الزمن الماضي. جيد، وإكراما مصدرها، إذن إكراما إنها مصدر لفعل. كم عدد حروفه؟ أكرما 4، إذن فهو فعل رباعي. وإكراما مصدره، إذن فهي مصدر لفعل رباعي. ممتاز. إذن عنوان درسنا اليوم هو مصدر الفعل الثلاثي وغير الثلاثي، أي مصدر الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. قبل ذلك، من يذكرنا بتعريف المصدر؟ المصدر هو اللفظ الدال على الحدث المجرد عن الزمن. جيد، ممتاز، نواصل. الآن نريد أن نتعرف كيف نصوغ مصدر الفعل سواء كان ثلاثيا أو غير ثلاثي. إذن فكيف نصوغه أو نشتقه من الفعل؟ هذه المرة سأطالبكم باستخراج كراسة اللغة العربية الصفحة 190 وتقرؤون هذا النص عدة مرات حتى تفهموا مضامينه، ثم بعد ذلك سوف نستثمره في درسنا، حيث أنكم
أنكم سوف تستخرجون جميع المصادر التي يحتويها هذا النص وتحددون أوزانها وكذلك أفعالها وتحددون عدد حروف الأفعال وكذلك وزن الأفعال. إذن خذوا الكراسة، خذوا الدفاتر وأنجزوا هذا التطبيق ثم أتموا مشاهدة الشريط. سأفترض أنكم أتممتم إنجاز التطبيق. ونمر للتصحيح. إذن أول مصدر لدينا هو تمضية، ووزنه هو تفعيلة من فعل أمضى، عدد حروفه 4، إذن فهو رباعي. ووزن الفعل هو أمضى أفعل. نواصل. تأمل تفعل، تأمل عدد حروفه تأمل. لا ننسى أن التضعيف يعد حرفا، إذن فهو خماسي. ووزن فعله تفعل. رفع فعل، وفعل المصدر هو رفع. ثلاثي رفع على وزن فعل. نتمم. بصر هو المصدر، وزنه فعل وفعله بصر، إنه ثلاثي كذلك على وزن فعل. طأطأة على وزن فعللة وفعلها طأطأة. طأطأة. إذن عدد حروفه 4، وكل هذه الحروف أصلية، لذلك نقول رباعي مجرد على وزن فعللة. دحرجة فعللة دحرجة، أيضا إنه رباعي مجرد فعللة. سأم فعل سئم ثلاثي فعيلة. قنوط فعول. لاحظوا الأوزان، إنها متعددة ومتنوعة. نعود إلى الفعل، فعل المصدر قنط ثلاثي على وزن فعل. مقاومة مفاعلة قاوم رباعي فاعل. صمود فعول. صمد ثلاثي فعل. سمع فعل سمع ثلاثي فاعل. لمع فعل لمع ثلاثي فعل. صح فعل صح ثلاثي فعل. إنه مضاعف، فعل مضاعف. امتلاء افتعال امتلأ خماسي افتعل. خرخرة فعللة خرخرة رباعي فعلل. رحمة فعلة رحمة ثلاثي فعل. تبجيل تفعيل. بجل رباعي، لأننا نعد التضعيف حرفا. فعل. إكرام إفعال أكرم رباعي أفعل. جيد، هذه المصادر كلها واردة في نص صفحة 190. نتابع. أوزان مصادر الأفعال. لدينا مصادر الأفعال ثلاثية، هي مصادر غير قياسية، بمعنى لا تحكمها قاعدة معينة، أي ليس لدينا قاعدة نرجع إليها لكي نصوغ مصدر فعل ثلاثي، والأغلب فيها السماع. ومن أوزان مصادر الأفعال ثلاثية نجد فعالة مثال فلح فلاحة،
فعلان طار طيران، فعال سعل سعال، فعال أو فعيل صرخ صراخ، ونقول كذلك صريخ، فعل أسف أسف، وأيضا فعول قدم قدوم وفعولة صعوبة، فعل سمع سمع، وفعال قام قيام. أما مصادر الأفعال غير ثلاثية فهي قياسية، ومنها أوزان مصادر الفعل الرباعي المجرد، أي أن جميع حروفه أصلية، هناك فعلالة، دحرج دحرجة، ولدينا فعال، وسوس وسواس. ومصادر أو أوزان مصادر الفعل الرباعي المزيد، أي الفعل مزيد بحرف واحد، لدينا وزن إفعال مثل أعلم إعلام، أجلس إجلاس، إفعلة أنار إنارة، تفعيل كبر تكبير، قدم تقديم، نور تنوير، ولدينا كذلك وزن تفعيلة، ربى تربية، نمى تنمية، وفعالة وفعال مثل واصل وصال ومواصلة. أما مصادر الفعل الخماسي فهي تفعلل مثل تزلزل تزلزل، وهناك تفاعل، تماسك تماسك، وتفعل توعد توعد، انفعال انكسار، افتعال اعتمد اعتماد، وافعلال احمر احمرار. افعلال غالبا يصاغ هذا المصدر من الافعال الداله اما على العيب او على اللون. اما مصادر الفعل السداسي فهي ايضا كثيره، ولكن الشائع او الكثير الاستعمال هو استفعال مثل استنفر استنفار وغير ذلك. إذا الآن سنمر لإنجاز تطبيق جماعة. إذا نحدد مصادر أو أحدد مصادر الأفعال التالية مع ذكر أوزانها. لدينا سلم، احدودب، اسمر، تقبل، تماسك، بجل، وجرى. لاحظوا هذه الأفعال مختلفة من حيث عدد حروفها. إذن سأفترض أنكم أنجزتم، مر للتصحيح. سلم تسليم، احدودب احديداب، اسمر اسمرار، تقبل تقبل، تماسك تماسك، بجل تبجيل، وجرى جريان. أما الأوزان فهي تسليم تفعيل، احتداب إفعلال إفعال عفوا إفعال، إسمرار إفعلال، تقبل تفعل، تماسك تفاعل، تبجيل تفعيل، جريان فعلان. أتمنى أن تفهموا الدرس جيداً.